Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, qad nazzamat qafilatul talamidh An-Noor hadhihi al-hafla, hadhihi al-musabaqa. Wa hi awwalan lit-tamreen ala al-lughat al-arabiyya wa ilqa' al-khutbati biha. Wa ammatan wa bil-wajh al-aam. لا بد من التمرين على مختلف اللغات والقصد وراءه الدعوة بهذه اللغات لأن باللسان الإنسان يعبر عما في قلبه. So just as it is important that we understand the Bangla language, we should also understand the Arabic language. We should also try and understand English. We should also try and understand other languages which are very popular. تو مختلف زبانوں پر آدمی کی مہارت ہونی چاہیے تاکہ وہ دعوتی کام کر سکے جن ہم دعوت محنت کرتے پاری بیبن مباشر پر ہمارے دکتر پوجنا تھے تو ایٹی ای حفلر ادش کہ ہم کس طرح ان زبانوں پر ایک مہارت حاصل کر سکتے تو ہم کچھ ملاحظات اب پیش کریں گے نحن نريد الان ان نقدم بعض الملاحظات حول كي يستفيد الخطباء الذين خطبوا والذين والإخوان الذين سمعوا من الطلاب فالأمر الأول الذي أريد أن أنبه عليه أنه لا بد أن نفهم الموضوع حق الفهم وأن لا نباعد في كلامنا وفي خطبتنا عن الموضوع فقد رأينا بعض الإخوان عندما تكلموا عن الموضوع الثاني الأمر الدعوة كان في الموضوع قد حددوا في ضوء الكتاب والسنة ولكن لم نرى في كلامهم كثيرا من التركيز في إيراد النصوص من الكتاب والسنة حول هذا الموضوع بل ذكروا بعض أهمية الدعوة من حياة الصحابة ومن حياة النبي صلى الله عليه وسلم فتباعدوا بهذا عن الموضوع وأما الموضوع الأول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأينا بعض الإخوان خلطوا بين حجية السنة واتباع نعم بين هذين الأمران صلة وثيقة ولكن بينهما فرق أيضا فأمر الحجية لها صلة بالأحكام وأمر الاتباع أمر من ذلك بكثير فالاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه وحجية السنة هذا ما يتكلم عنه الفقهاء وهذا تعلقه بالأحكام أولا فهذا هو الأمر الأول ما الموضوع وأن لا نتباعد عن الموضوع والأمر الثاني الذي أردت أن أنبه عليه أن قد رأينا بعض الخطباء هم يرفعون أصواتهم عالية ولا يلاحظون أين موقع رفع الصوت فليس كل مكان مكان رفع الصوت بل لا بد في بعض الأحيان أن نتكلم بهدوء وأن نلقي كلامنا بهدوء وفي بعض الأحيان أن نرفع أصواتنا وفي بعض الأحيان أن نلقيه بوجه آخر ولكن رأينا الخطباء جميعا يرفعون أصواتهم كأنهم غضبان وليس كل مكان مكان الغضب والأمر الأخير الذي أريد أن أنبه عليه أن رأينا الخطباء والطلاب هم يقولون من الحديث ولا يقولون من أين أخذوه فهل أنتم سمعتم هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم لا بد لكم أن تحيلوا وأن تذكروا من أين أخذتم وأن تعصوا الحديث إلى مصادره وهذا أمر قد نبهت عليه في دروسكم مرارا ومرارا ولكن نرى بالأسف الغفل عن هذا الأمر لا بد أن نفهم هذه الأمور ولكن الحمد لله جهود مشكور من جميع من شارك في هذه المسابقة والحمد لله قد أحسنوا ونلتمس منكم أن ندين الجهد أمرا أبدت تكتشايبو جي أبنرا محمد كجاري راكن جنو أرى شندر بابي أبنرا شمو كرتبارن
Alhamdulillah, onekar khutbah gulo onek shundor hoye ache. Everybody, Alhamdulillah, who participated, they worked very hard, and we'd like to thank them upon their efforts. Hum har ek ke shukriya ada karte hain ki unhone mehnat se kaam liye aur humne kuch mulahazat pesh kiye taaki samne rakh kar aainda hum usse zyada acha kar sakte hain. To Allah tabarak wa taala hum sab ko tawfeeq de. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa ma tawfeequna illa billahi al-aliyyil azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.